جانب العلاقات الخارجية. كلنا عارفين ان احنا كنا دولة مقاطعة اقتصاديا وكنا دولة مركزين على المحاورة الامارات والسعودية صح؟ هسه علينا قمنا بثورة داري ننفتحي على العالم، حق من حقوقنا، ما في حاجة بتمنعنا. السبب اللي كان مانعنا من انه نخلق علاقات مع الدول الخارجية دي، السبب ده وقف. من حقنا تكون عندنا علاقات مع امريكا ومع روسيا ومع كل اي دولة، لانه العلاقات دي حتساعد يا جماعة في دخول منتجات جديدة، في منتجات وصناعات واليات حتخش السودان، حيستفيد منها المواطن السوداني. صحيح؟ اللف والدوران اللي بتقوم بقوة الحرية والتغيير ده ما حيودي العلاقات الخارجية الى قدام. قوة الحرية والتغيير والميز العسكري زي ما بيلفوا معاك انت كمواطن سوداني، تخدير ولا تخدير ولا تخدير ولا تخدير، وما في حاجة انجزت، برضو قوة الحرية والتغيير لاعبين بالملف الخارجي بنفس الطريقة. قبل فضل الاحتصام، قبل فضل الاحتصام جوفت من الولايات المتحدة الأمريكية والتغى بقوى الحرية والتغيير والتغى بالمجلس العسكري وتناقشوا في موضوع رفع العقوبات الاقتصادية على السودان والمحكمة الجنائية والملفات دي كلها تناقشوا عليها، وخدتوا شروط لقوى الحرية والتغيير، الكلام ده قبل التوقيع على الوثيقة وفضل الاحتصام. شروط: تحقيق السلام، إزالة القوانين المقيدة للحريات، ده للتاني، مصير الاثنين وخمسين المطالبين للمحكمة الجنائية، التوقيع على بعض الاتفاقيات. أنا دي كل حاجات ما مهمة، دي الثلاثة نقاط كثيرة تناقشوا فيها من الشقين والحرية وتغيير مجلس عسكري. أهم ثلاثة نقاط: تحقيق السلام، وإزالة القوانين المقيدة للحريات، وثلاثة مصير الاثنين وخمسين المطالبين إلى المحكمة الجنائية. تم التوقيع على الثورة، جاء رئيس الوزراء حمدوق عارف بيعمل في شنو، وعارف انه هو بيلف ويدور مع قوى الحرية والتغيير لانه ما عنده السلطة ولا عنده القرار، ما عنده القرار. سافر امريكا وجينا تكلمنا على الزيارة، قلنا اتفاقية بيرفكت يعني مشى تشاور، لكن بقت العقبة هي نفس العقبة، والعقبة ظهرت في سؤال المذيعة الأمريكية، سؤالين ما تلتتهم: هل انتم قمتوا بثورة حقيقية ولا انقلاب بتاع قصر؟ وده الكلام ده سائد في السودان وفي الشارع السوداني، هل نحن قمنا بثورة؟ انا كمواطن سوداني بقول لك ما قمنا بثورة كاملة. هل نحن حققنا دولة مدنية؟ بقول لك نحن ما حققنا دولة مدنية، الحكم عند عساكر، نحن غيرنا الجنرال بجنرال وفريق بتخلى ميليشيات، بدلنا مؤسسة بميليشيات. العالم الخارجي عنده نفس الأسئلة دي، هل دي ثورة حقيقية ولا النظام أصلاً لسه قاعد لحد الليلة؟ ده العالم، عشان كده المذيعة سألته هل النظام سقط ولا ما سقط يا سيد رئيس الوزراء حمدوك؟ قال لا النظام سقط. قالت لي طيب كيف النظام سقط وانت مشارك البرهان الحميدتي؟ برهان حميدتي ده من النظام السابق، انت الليلة يا حمدوك مستند على جهاز الامن والمخابرات، جهاز الامن والمخابرات بتاع الثورة، لا بتاع الكيزان بتاع دمبلاب، دمبلاب مع كوس، كوس حتى النخاع. طيب انت مستند الليلة على الجنجويد اللي هو نائب المجلس السيادي صح؟ السؤال الثاني: ما هو مصير ال 52 وتسليمه الى المحكمة الجنائية؟ ده سؤال لابد انه يجيبوا عليه قوى الحرية والتغيير. المماطلة واللف والدوران حيدفع ثمن المواطن السوداني، حيدفع ثمن المواطن السوداني زيادة العقوبات الاقتصادية، حنكون كأنك يا زيت ما غزيت، كأنك يا زيت ما غزيت، حيكون اسم السودان في الدول الراعية للإرهاب. ليه؟ لأنك انت متستر على تسليم قتلة. طلعت المليونيات ولا المليونيات مطالبة بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية، طلع علينا خالد السلك قال عمر البشير حنسلمه قبل شهر وتاني ما حصلت حاجة، طلع البرهان قال أنا ما حسلم البشير. طيب نحن ذنبنا شنو كمواطن سوداني
انا كمواطن سوداني اذا بيشنو 30 سنة عقوبات اقتصادية، دولة راعية للإرهاب، محكمة جنائية مسلطة على رقاب الغلابة من أبناء الشعب السوداني، مسلطة على رقاب الغلابة من أبناء الشعب السوداني. طيب النظام سقط وقمنا بتغيير ولا نحن ما قمنا بتغيير؟ وعمر البشير قال قاعد في كوبر، طيب ليه ما لين نسلم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية؟ تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية حيكون يعني بارقة بتاعت أمل، ده عبارة عن تلميع لشكلنا اللي كان 30 سنة شعبي سوداني قام بثورة وأسقط الدكتاتور عمر البشير، وهاكون عمر البشير ما داري إنه شيله ومعاه وداد ومعاه ال 52، ده حتخلي إنه شكلنا كدولة سودانية الناس دي تفتح لنا الأزرق وتحضننا، نمشي فرنسا يحضنونا إحنا يا جماعة لحد الليلة. النظام سقط. هل انت كمواطن عارف انه في منح مفروض تدفع الى السودان؟ الدول العظمى دي بتدفع منح للدول الطالعة من حكم ديكتاتوري، المنح دي بتستفيد منها انت في بناء اقتصادك، في البنية التحتية، في التعمير، في بناء عشان ترجع معسكرات اللي جوا النازحين ديل محتاج لقروش طائلة. المنح دي اللي احنا ما قادرين نستفيد منها كمواطن ليه؟ لانه ما قادرين نسلم عمر البشير، ما قادرين نسلم عمر البشير. حتى الشركات العظمى عمر البشير سقط في 6 ابريل، تم التوقيع في اوغست، احنا لنا 5 شهور. فيكم فيكم واحد شاف لي شركه فرنسيه ولا امريكيه جات السودان عشان تشتغل مشروع؟ طيب الناس مانعه شنو؟ مانعه لانك انت من الدول الراعيه للارهاب وعليك عقوبات اقتصادية وما داير تسلم عمر البشير. وكل الإعلام الخارجي، أفتحوا الصحف العالمية، أفتحوا الصحف البريطانية، الصحف الفرنسية، الصحف الأمريكية، بتلقاهم بيتساءلوا سؤال منطقي، ما هو مصير ال 52 المطالبين إلى المحكمة الجنائية؟ لأنه مصير ال 52 ده مربوط بمصير 40 مليون نسمة. وحمدوك مهما مشى ومهما لف، زي ما حمدوك الزيارة الأولى مشى لف ودور، الزيارة الثانية لف ودور وأقره بأنه والله المتضررين من التفجيرات اللي حصلت في نيروبي ودار السلام نحن متكفلين بها، أقره الضغط خلاص، ما في طريقة تتجاوزها. برضو يا حمدوك ما في طريقة تتجاوز موضوع المحكمة الجنائية، ولا الناس تحلم باقتصاد وانفتاح. وبالمناسبة يا جماعة الانفتاح ما عنده علاقة بالاقتصاد والقروش، الانفتاح ده حيقدم مزايا لأبناء الشعب السوداني، طلبة دارين يمشوا يحضروا في الدول البرة، الأبواب حتتفتح لهم، منح في الجامعات المحترمة حتتفتح للسودانيين، تعليمك ممكن تعمل شراكات مع شركات مع جامعات أمريكية، يعني المواطن البكر في الخرطوم تكون شهادته محترفين بها في امريكا. نحن حياته كلها ما قادرين نستمتع بها، ولا المنح قادرين نستمتع بها، ولا قادرين نبني اقتصاد، ولا حنقدر نبني اقتصاد ما لم نحسن الشكل الخارجي. الناس اللي بتقول انه الحل داخل ارض الوطن، الحل ده داخل ارض الوطن، منذ خروج المستعمر، منذ خروج المستعمر المعادن دي قاعده، البترول ده قاعد، الزراعه دي قاعده. ليه ما بقينا دولة اقتصادية ومشينا ليفوق؟ لأنه في فساد زايد، إنه المنتجات ما قادرين نطلعها. المنتجات دي المعادن دي حتطلع لك بشنو؟ الذهب في جبل عامر ذهب بدائي. العالم تطور يا جماعة، عالم تطور يا جماعة، لابد إنه احنا نواكب العالم ده. كنا معتمدين على المنتجات الصينية، الشركات الصينية، المعدات الصينية اللي هي معدات منتهية لا تنافس. فأنا أجي أسأل الليلة سؤال، هل نحن يا أبناء الشعب السوداني حنضحي بآمال 40 مليون نسمة عشان 52 يا معا 52 شخص، 52 شخص مربوط بهم مصير 40 مليون نسمة؟